كتراهن على مجموعة من المبادرات الإنسانية والاجتماعية، كيف كتشوفوا التعامل مع هذه الجمعيات ديال الأحياء اللي عندها واحد دور أساسي على اعتبار أنها قريبة من المواطن، قريبة من السكان ديال الأحياء؟ التعامل عنده ديال الاتجاهات اللي بغينا نقولوا. بالنسبة للناس مرحبة بالفكرة، وأنها أنها ما كرهتش المزيد من هذه الجمعيات هذه اللي تقدم لها المساعدة، وأنها كتشارك هذيك المعاناة ديالها، كتحاول أنها تحل بعض المشاكل ديالها ولو بشكل جزئي. ولكن في نفس الوقت كنشوفوا ما كانش دعم من الجهات المسؤولة لهذه المبادرات هذه وهذه الجمعيات. يعني كيكون ديك الدعم قليل جدا. مثلا احنا كان مثال لحد ساعة عن نحتاج في دعم على الاطلاق من المجلس الجماعي نهائيا. يعني العمل اللي كان صمود هو مجرد اما تطوعات فردية من الناس اللي عندنا واما من محسنين. نتمنى والله يتم بشكل واقعي التعامل مع هاد المنابر الجمعوية، وأيضا مع المبادرات، أي مبادرة للهدف ديالها خدمة المصلحة العامة والمساعدة والدعم للإنسان اللي هو محتاج وبحاجة لبعض الأنشطة اللي كتخفف عنه واحد مجموعة ديال الأعباء واحد مجموعة ديال التكاليف. نحيي مجددا هاد الجمعية، ولكن في نفس الوقت باقي ما عطيتيناش فكرة أو نبدأ ولو مقتضبة على تأسيس الجمعية، وقتاش بديتوا العمل ديالكم، أهم المحطات اللي كتنشطوا من خلالها في إطار هاد المنبر. نعم، إذا تنضيف أن اتجاه ثالث تقريبا بالنسبة اللي قلت لنا وهو الاتجاه الإعلامي. كنشكر إذاعة طنجة جزيل الشكر على المجهود اللي كتبذلها، بس على الأقل طهر هذه الأنشطة هذه للناس. الصوت كيوصلني شي شوية ناقص سي محمد، إذا ترفع شي شوية الصوت. نعم، تفضل. قلت أنا بالنسبة لاتجاه ثالث، أنا كنشكر المنبر الإعلامي ديال إذاعة طنجة لأن استطاع أنه يوصل الصوت ديالنا إلى الجهات المعنية، وكذلك إلى السكان ديال إذاعة طنجة، عفوا ديال مدينة طنجة. مدينة طنجة، نعم. بالنسبة للجمعية ديالنا بدأت تقريبا 2008